الكرام اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الرياضه كلام في الرياضه اليوم سيكون بنكهه خاصه بنكهه اكاديميه وبعلم وتحقيق وايضا انطلاق نحو الافق الاستراتيجي في نوع آه رياضه تعليميه ايضا رياضه حقيقيه لماذا هذا الكلام؟ نحن في الدوري السوري لكرة القدم وخاصة في نادي تشرين كعيني على موضوع الأندية في سوريا إلى جانب الجمهور الذي يغطي ملعب درجات ملعب الباسل وأيضا ملعب, ملعب الأخرى كيف يمكن أن تكون العلاقة كيف يمكن أن تكون العملية الاحترافية في الأندية السورية كيف يمكن للمنتخب الوطني أن يكون على قدر المسؤولية ويخوض مباريات من نوع عالي طبعا بتعليمات عالمية بقرارات عالمية يعني ممكن واحد شوي يأخذ بخياله لكن الموضوع الأساسي هنا في حلقة اليوم كيف يمكن التعامل مع كل متغيرات كرة القدم العالميه كل اه ايضا سيكون هناك كلام عن كوبا امريكا وعن المنتخب الوطني وكوبا وكاس امم افريقيا كل ذلك لكن بعد الفاصل اطلب العلم لو بالصين فكيف هي المانيا القريبه جغرافيا على سوريا؟ اتى هذا الشاب ايضا بعلم حقيقي من المانيا الغربيه وبالتالي كل العلوم المتخصصه بكره القدم يبحثها هنا في بلده في سوريا بين ابناء سوريا. دعوني ارحب بالكابتن غفار الخطيب الباحث والاكاديمي في كره القدم، اهلا وسهلا فيك غفار. حياتي لك استاذ وللمشاهدين الكرام. اهلا وسهلا فيك، امورك تمام؟ الحمد لله، كله تمام. هلا ممكن يعني مثلا واحد بين سوريا والمانيا يعني مثل ما بيقولوا فشخه يعني هلا <applause> 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 دائما رايح جاي من سوريا لالمانيا، طبعا اكيد بعلم كرة القدم وايضا الحنين الى سوريا. اكيد طبعا مهما بعدنا ما فينا بدنا نرجع اجباري بالنهاية. طبعا حاليا بحثي الدكتوراه اللي اخذت موافقته من البروفيسور لارس دوناس ب أكاديمية الجامعة الألمانية للعلوم الرياضية عملنا درس نظري بحث نظري كامل ووضعنا برنامج تدريبي حاليا عم يتطبق على عيني سورية بسوريا طبعا كثير أنا بدي أتشكر وبتشكر الجامعة الألمانية على هي الثقة الكبيرة بتصور أنا البحث السوري الوحيد يلي سمح لي يطبق بحث عملي على داخل الأراضي السورية نحن بنعرف الوضع كيف ليش سمح لك صراحة ثقة ثقة بشكل كامل يعني لما قعدت معه وحكينا انا طلبت حصرا تصير تطبيق على العين السوريه من مبدا انه نحن حاليا بوضع صعب وكثير في صار في تراجع بالبحث العلمي عموما بسوريا فانا كنت مصر انه لا في عندنا امكانات وقادرين نطبق وسالنا عن الاجهزه طلعت متوافره بالفعل هذا بدل انه نحن دائما ارضيه خصبه لأي شيء بس بدنا نشتغل جيد فاعطاني الموافقه والحمد لله حاليا بالربع الاخير من تطبيق البحث العملي لرساله الدكتوراه وفي استجابه كثير جيده. طيب هلا هو عنده تصور هو كباحث الماني يعني عنده تصور عن الرياضه السوريه؟ بصراحه كثير خاصه بكره القدم كثير متراجع التصور وكثير الفكره سيئه جدا يعني فكره سيئه حتى, حتى بغير غير غير كره القدم نطلع خارج كره القدم شوي عم, عم ابدا الاجهزه هي م. كانت العقبه الوحيده بعد بعد نقاش مطول معه انه لا انتم ما عندكم اجهزه يعني ما عندكم ايكو ما عندكم هذا آه. آه الجهاز اللي عم يشتغل بيجوا عم تشرين اسمه ايزوتونيك ديناميتر نعم فاضطريت لحتى جبله ارقام الاجهزه وصوروا له اياها لا الدكتور احنا عنا و... وتفاجئ كثير وما مصدق انه والله انا, أنا لا ما كان مصدق رغم الحرب يعني اللي... رغم الحرب تمام انه عندكم هاي الاجهزه انتم بالحاله الطبيعيه لازم ما تكون عندكم فلما مع الحرب وعندكم فهذا شيء كثير عظيم على هذا الاساس اعطاني موافقه ودائما عم بتواصل معه وبعث له صور وبعث له فيديوهات وبصراحه كثير متفاجئ ومبسوط بالشغل هو. هلا هو كان يعني موضوع الغشاوي اللي عنده خاصه في المانيا الغربيه بتعرف يعني دائما الاعلام ولعبته طبعا وبيحشكون على المحرقه اليهوديه بتعرف أنت فلذلك هذا الموضوع بتوقع يعني انتم بتساهموا بهذا الموضوع يعني, يعني اكيد الغشاوي والغيمي يعني عن سوريا انتم ابناء سوريا انه انتم قادرين بالفعل انه توصلوا الصوره الحقيقيه عن سوريا. جيد. مسؤوليه وواجب بالنهايه نحن بالنسبه لنا ننقل الصورة السليمة فقط، ما بدنا أي مبالغة، فقط السليمة هو نعتبر واجب من واجباتنا والحمد لله ما عم الحمد لله، هلا البحث العلمي اللي عم تجريه هلا على مجموعة من الشبان في مدينة اللاذقية، يعني يا ريت تحطنا بالصورة. هو بحث عم نختبر فيه تأثير برنامج تدريبي زائد برنامج جري على ثلاث عضلات بالفخذ وعلى وتر الرطفة، إضافة لاختبار بيتعلق بوضع العضلة من حيث العمل والطاقة. والمدى الحركي لمفصل الركبة عملنا كل هالاختبارات سابقا هلا عم نطبق البرنامج التدريبي بس ينتهي البرنامج التدريبي رح نرجع نعيد هاي الاختبارات ونشوف الفرق بين الاختبارات القبلية والبعدية على هذا الأساس نعرف مدى كفاءة هذا البرنامج التدريبي مشان يعمم على الابحاث العلميه ورح يكون هو عباره عن رساله الدكتوراه طيب شو مدى الاستفاده موضوع المدرب يعني كان مدرب هلا لناخذ مباشره عيني من مدربي تشرين يعني مثلا او مدربي سوريا يعني ممكن يكونوا مثلا عندن هالتصور هذا بخلال العلم لا لا صعب كثير هذا كليفل, كليفل هذا ليفل جدا مرتفع نحن نحكي هون عن فيزيولوجيا عن يعني التدريب عم ندرس فيزيولوجيا العضله كيف عم نمي هي العضله وتحديدا كره القدم شو عم تاثر على هي العضله وعلى هذا الوتر نعرف اغلب الاصابات اللي بتصير بتصير بهي المنطقه تحديدا مم. فانا عن طريق برنامج بروتوكول خاص مدروس مثل ما حكينا من قبل من قبلي انا والبروفيسور عم نشوف يا ترى هو بقوي بساعد بفيد على هذا الاساس نحن على اساس الاختبارات والنتائج بنعمم هذا الشيء للابحاث السابقه مشان تقدر تطور اكثر واكثر واضافه للمدربين كمان هلا ممكن الواحد ياخذ مثال يعني يوم تشيلسي مورينيو يعني تقاتل مع مع الدكتوره يعني انه انت ما حطيتني بالصوره الكامله على موضوع اللاعب اللي انصاب بارضيه الملعب تذكرت الحادثه اي تماما so اكيد بعدها ما شاف الخير <applause> 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 <أفت> لا هو شاف الخير ولا شاف الخير آ.. يعني ممكن يعني مثلا آ.. يعني معناتها بيكون في بحث كبير ما بين المدرب والمعالج الدكتور يعني أحكي... انه بيحطه بصورة الكامله كاحتراف um. يعني الموضوع معقد جدا انه الكادر التدريبي بيكون مكون من اثنين كوردينيشن بسموه او عندنا بسموه معد بدني um. وباحث اكاديمي خريج مثل مثل حكايتي عم يدرس اكاديميا والطبيب المعالج هدول الاربعه فريق منفصل عن عمل المدرب يعني البحث الاكاديمي عن طريق الجي بي اس بيراقب فيزيولوجيا عمل الاجهزه الداخليه لجسم اللاعب بالتعاون مع المعالج اللي بيكون عنده ارشيف كامل للاصابات بيوجه المعد البدني لحتى يمرن بطريقه معينه ثم يوجه المدرب الاساسي يعني له عند مثلا مورينيو عندك هذا اللاعب خلال مراقبتي انا كاكاديمي درست فيزيولوجيا جسم اللاعب في عنده تراجع بدني هذا التراجع البدني اذا ضليت على نفس شده التمارين اللي عم تعطيها ونفس المشاركه لهذا اللاعب بالمباريات راح يصير عنده اصابه مثلا بالاسبوع الثالث بالمباراه الرابعه عدد له تماما هو مرشح بنسبه 80% الاصابه وبالتالي انت مجبر تطبق سياسه المداوره يعني تقاعد هذا اللاعب على الخط وتلعب لاعب بداله هذا ما له قرار مدرب هذا بناء على التقارير اللي احنا بنقدم اياها هو ملزم فيها يعني حتى بتلاقي بعض اللاعبين اذا المدرب اذا عرفوا بالتقارير مثلا والمدرب حب يلاعبهم ما بدهم يلعبوا هلا ممكن حاجة... يوقع بهيك مطبات حتى جمهوره يعني هلا مثلا دي على تشيلسي يعني اذا جمهور تشيلسي انه والله مثلا والله مورينيو آه حاطط اللاعب هازارد آه على على الخط يا اخي ليش ما عم ليش كذا؟ كمان عنده بمقابل أه الثقافة اكيد طبعا بالنهاية. يعني طبعا بيعتبروا انه. طيب هون يعني شخصي. الدكتور او المعالج يعني ما في ايضا نشر ثقافي إنه هذا عندهم هيك شغله؟ بشكل عام هن بيرفضوا تماما. ولا متكتمين على هذا. التعامل مع الشارع الرياضي مرفوض بالعمل الاحترافي، يعني انت كمحترف كبروفيشنال يعني عم عم تشتغل شغلتك ممنوع تشارك هذا الشيء بالشارع الرياضي، برايهم الشارع الرياضي شغلته يدعم الفريق. وهن عم بيعملوا جهدهم الكامل لحتى يسعدوا هذا الشرح يعني حلو كثير سأل... حلو كثير يعني انه خلوكم على جنب شجعوا ما... ما يكون علاقه من الاخر بهذا الموضوع خلوكم نحن نحن عم نشتغل طيب برايك يعني هالقرارات بتطلع مثلا في الدوري السوري يعني هلا بدي اخذ ايضا عين يعني. نادي تشرين بتغيير المدربين وبتغيير الادارات يعني كل واحد كان يطلق تصريحات يعني انه ما في لياقه اجى على الامر طلع بعد ما مشي انه خفضت اللياقه وليس طيب كيف بيطلق هيك تصريحات مثلا مدربين اللياقه؟ هلا نحن حاليا عندنا كارثه كارثه حقيقيه مم. مدرب اللياقه عندنا صوره شكل ما بيشتغل اي شيء انا حضرت تدريبات هون للانديه الساحليه او حتى بالشام حضرت تدريبات لبعض الانديه مدرب اللياقه بيعطي احماء وكم تمرين او بيعطي تهدئه بنهايه التمرين هو ما له اي شغل المدرب السوري ما شغل بسوريا ما له اي شغل تماما مدرب السوري مدرب كره القدم هو اللي عم يشتغل بدني هو عم يشتغل كل وهذا خطا كبير كثير كثير لانه يعني انت مهما امتلكت من ثقافه مهما امتلكت من علم انت متخصص بطريقه اللعب وبالتكتيك وبتوظيف لاعبينك ولكن فيزيولوجيا جسم اللاعب علم لحال ثقافه لحال انت اذا اذا تبعت حالك بتعرفه فكمان مشكله يعني هلا كنا عم نحكي عن مورينيو تمام مورينيو شو شو بيدرب بالتدريبات؟ بيكون اكثر من 50 مليون تدريبات شغل بدني شغل للمعد البدني شغل الباحث الاكاديمي الملتزم مع الفريق بيقدم له المعطيات طبعا بيقدم له هو على اساس المعطيات الامور طريقه اللعب وكيف يتحرك هذا اللاعب وكم دقيقه في لعبه والى اخره هو بيقرره المعالج وبيعطيه المورينيو هو او اي مدرب مين كان يكون بيدرس هاي التقارير وعلى هذا الاساس بيوظف اللاعب داخل ارض الملعب عندنا هون معد بدني، الباحث وكل شيء هو المدرب نفسه، وهذا كثير كثير غلط. على الباب كبر يعني. <تصفيق> <أنا> <تصفيق> <تصفيق> على كل حال أه انت مشجع تشريني، يعني انت تنتمي لنادي تشرين، يعني تشرين بمرحله الدوري يعني صحيح رافقه جمهور كبير واتوقع يعني لانه من الجمهور ما وصل للمرحله، لكن موضوع تغيير المدربين وتغيير الطاقم الاداري والفني يعني اثر كبير على اثر كبير كثير على هذا الموضوع تماما برايك هل... يعني موضوع حتى الموضوع المدربين يعني عم يشتغلوا بالنمط هذا اللي عم يشتغلوا احنا عندنا المدربين متعاقبين هلا بنطلع من الكارثه تاعت العلاقه بين الكادر الفني للفريق بين المعد البدني والمدرب بندخل على كارثه جديده هي عقليه الادارات ومفهومها لكره القدم نحن عندنا الاداره يعني بالنسبه لها اذا المدرب ما اعطى نتيجه انيه لحظيه اذا هذا هذا ليس مدرب <applause> نحن ما قادرين نعتمد عليه موسم كامل وهون قمة الخطأ معنا ثقافة الخطة المستقبلية <applause> نعم. يعني أنا ما مع... عندنا هاي الثقافة إنه أنا بعطي مدرب سنة سنتين بخليه يعد يبني بدعمه للأخير على هذا الأساس بعدين بحاسبه وبقرر الخطة المستقبلية للنادي الجديد أنا بتوقع يعني هي عبارة عن سياسة تجميع لاعبين فقط وليس يعني سياسة تجميع لاعبين إنه يلا يلا لعبوا بالدوري بعقود سنوية هال... بعقود سنوية وحرام و... يعني العقود السنوية حتى أكثر من هيك أستاذ أنت عم تحارب اللاعب بلقمته يعني اللاعب اليوم عم يلعب مباراه ما عم يتوفق، الثاني ما عم يتوفق عم تجي تفسخ له عقده او عم تهدده. طيب انت عمليا عم تجيله له رساله للاعب ما تنتمي للنادي، ما تلعب للجمهور، لعب لتاكل. وهي قمة الخطا. انت يعني لحتى يعطيك هذا اللاعب التوب لحتى يكون يعطيك قدم له ايضا علم على الاقل استقرار علم يعني بالاضافه للاستقرار ايضا بدك تقدم له علم نحن بنسميه استقرار نفسي. اللاعب نفسيا لازم فقط يفكر كيف بده يعطي اقوى اكثر طاقه عنده اياها داخل ارض الملعب. لحتى يخدم الفريق والنادي. حتى سق... حتى ثقافه الموضوع النفسي بين الجمهور غائبه، يعني ممكن. كنا نكتب انه يا جماعه المنتخب يحتاج الى راحه نفسيه وحل كل المشاكل. بيطلعوا بيقولوا لنا والله يعني انه كل مره آه نفسي نفسيه نفسيه، طيب ما هي الاساس. هلا المنتخب مشكلته امتداد لمشكله الانديه وامتداد لمشكله الثقافة قولا واحدا، بالفعل. يعني نحن عندنا هذا اللاعب هيك ثقافته هيك تفكيره. عم ينقلها نفسه تماما للمنتخب يعني معش قادر الفني للمنتخب شو في يحدث تغيير ما في هالتغيير الكبير ما في لانه عندك انت اوقات محدوده استاذ بالمعسكرات ما انا قادر توصل رساله صح ما انا قادر حتى بدنيا مثلا اذا بتجهز لاعب ما انا تدعمه شوي نفسيا بس الثقافه من النادي بياخذها فقط هلا انت عملت ابحاث عن مجموعه من الانديه بسوريا هلا خلينا نبدا بنادي شيرين يعني نادي شيرين بهالدوري يعني كان في امكانيات ماليه مقدمه دعم جماهيري لا محدود وعنده نتائج حتى على مستوى المدربين ممكن يعني مثلا المدرب عبد الناصر مكيس يعني ترك الفريق هو بالصداره، ايضا اجى ماهر قاسم ترك الفريق تقريبا بالصداره، فاجى محمد اليوسف، انت برايك يعني نادي تشرين كان عنده حلول افضل من من هيك يعني مثلا؟ هلا هو المشكله بنرجع نفس الفكره هي العقليه تبع الانيه والعقود السنويه والمدرب اللي لازم يجيب لك كل مباراه لحتى تقتنع فيه. عندنا يعني الكوادر الفنيه والمدربين يعني قادرين يعني هلا بتوقع بمعزل عن الناصر عنده تجربه خارجيه بشكل جيد، نحن ككوادر بمدينه اللاذقيه قادرين انه يقودوا آه فرق آه من خارج المحافظه، انا ما راح احكي غير عن المحا... خارج المحافظه هلا من خارج المحافظه بس صعبه بصراحه حي. صعب لا نمتلك خبره وما في ثقه بالمدرب الساحلي، المدرب بشغل الساحل ما عندنا ما ثقه فيه نهائيا سواء بدمشق او بحلب او واو الى اخره، السبب انه الطريقه اللي بيتعين فيها المدرب والطريقه اللي بيمشي فيها بتخلي الانديه ما تحترمه يعني لما مع احترامنا للجميع لما لا. مدرب بيجي مبارتين ثلاثه يقال بيرجع من عين مدرب جديد مبارتين ثلاثه يقال بنرجع المدرب القديم كمان مبارتين ثلاثه يقال طالما يعني المدرب يعني عم يرضى يعني انا استغرب يعني يعني مدرب فشل في, في مرحله ما بترجع مره ثانيه مثلا از, 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 إز انا بستغرب منك خلي يطلع نفسه كيف يعني بيرضى مم. ما لازم يرضى هو ما لازم يرضى إن هو عم بحارب آه، ثقافة المدرب المتطور بهيك حالة يعني بها الفكرة هي شو بدو يعني بها الفكرة تحديدا أنا ما بدرب ما بدرب تعطيني ضمانات مع عيدة مدى بدرب هي. لا لا القصد يعني انه والله مثلا آه بيفشل اول مرة بيطلبوه مرة ثانية بيجي مرة تانية. هو بده شو فرصه شو بده؟ بده فرصه انه هو ما زبطت معي اول مره معي ثاني فرصه ظهور يعني ظهور اذا حقق نتيجه ممكن يروج لاسمه هي هدف اي مدرب بالعالم طيب بالنهايه طالما عم يفشل يعني خلال سنوات طويله يعني شو بده بالاساس؟ ما لازم يكون عنده اجتهاد بهذا الموضوع هلا هو برايهم للمدربين انه عم يتطوروا وهن قد يكونوا بالفعل عم يتطوروا ولكن تطور بطيء كثيرا لانه نحن طالما لساتنا مقتنعين انه بثلاث ايام قادرين نعمل فريق فنحن ما عم نتطور نهائيا اذا المدرب ما كان عنده حزم شروط حازمه يا اداره تشرين او حطين او او اي اداره اخرى انا احتاج لفتره زمنيه اقل شيء بدي سنه اقل شيء مع انه سنه قليله على فكره يعني بدي بهالسنه ابني فيها فريق وعندي خطه مستقبليه بتحاسبوني بالسنه الثانيه مثلا ليك المنتخب الوطني مع الكابتن فجر ابراهيم عملوا له سنه واحده فقط لانه امتداد فسالوه على موضوع اللاعبين قالوا إن انا اشتغل استراتيجيه على سنه واحده وليس اربع سنوات فلذلك اجباري بده يكون في اخطاء اجباري بده يكون في تقاعس اجباري على مدى سنه واحده بتعملوا عقد مثلا هلا اللي عين هي الادارات اللي عم تعمل هذا الشيء بالانديه اكيد عنده نفس العقليه بصراحه يعني ف انا ما في ثقافه ال... واحد يعني تماما يعني لما منتخب تجيب مدرب الماني تقول له لي بسنه يش يروح تجيب لي مدرب كمان محلي عمل لي بسنه هي اللي عمل لي بسنه يعني غريبه جدا نلاقي كل منتخبات العالم متطوره مدربينهم بيمتدوا لسنوات عديده طيب ليكو يعني حتى آه تباريز مدرب الارجوي طبعا. من عام 2006 وحتى الان يعني 13 رح سنه راح يموت على الخط الله رح يموت يعني, يعني مش هزيل التابوت يعني طيب يعني 13 سنه تقريبا هو عم يقود الارجوي يعني وقادم يعني نتائج ممتازه يعني يوم امس يعني كانت مباراه شيلي والأرغوي فازوا فيها 1-0 يعني آه منتخب عالمي لكن منتخب ألماني خرج خروج يعني كثير مسيء للكره الالمانيه بكاس العالم وما تم اقالته وما تم اقالته يعني واجم لوف يعني انه ضل محله هي موضوع ثقافي حتى الشارع الرياضي الالماني مطالب باقالته على فكره يعني كمان يدعم قرارات الإدارة عنده ثقه كامله انه هذول هن الفهمانين عندهم علم اداره مؤسسات رياضيه نحن كجمهور بس ندعم كمان ثقافة الجمهور بتلعب صحيح، هلا حتى لموضوع الأندية البحث اللي أقمته يعني حتى موضوع اللاعبين في نادي تشرين بتوقع كانوا لاعبين مميزين في الدوري هلا في البحث اللي عملته كان على 10 أندية تقريبا بسوريا بال 2015 آه قست فيه السرعة القصوى، سرعة رد الفعل، سرعة الانطلاق وإضافة هذا الشيء الفي أو ماكس أو الاستهلاك الأقصى للأكسجين آه باختبار اسمه شوتر ران تيست من سوفت وير ألماني النتائج بصراحة بشكل عام عندي ثلاثه او اربع لاعبين يصلحون لكره القدم على كم لاعب عملت بدنيه يعني تقريبا حوالي 73 لاعب 73 وسبعين أه. طلع منهم ثلاثه اربعه من خط الوسط تمام المركز تحديدا هو اكثر مركز الوسط. في جري فبيطلع عندنا نتائج <applause> مع الاسف يعني ككاليفيلات كليفلات هو ك نحن بنعمل الاختبار وبنشوف الليفل او المستوى اللي وصلوا له اللاعب على هذا الاساس في معادله خاصه بنحسب قديش استهلك وكسير. وكيف طلعوا هذون يعني غريبه يعني <applause> بصراحه النتائج جدا سيئه يعني انا لاعب كره القدم بسوريا حسب النتائج اللي طلعت معي غير ما انا مؤهل يلعب 90 دقيقه ولا لا ثلاث لاعبين يمكن طلعوا معي مؤهلين يلعبوا 90 دقيقه فقط وعلى فكره النتائج عملتها بموسم اعداد عام يعني ما قبل دخولنا بالمنافسات باخر اسبوع موسم الاعداد العام طلع معي وقتها انه عندي تحطين وجبله هن الأسوأ بدنيا وعندي الوحده والجيش ومصفايه بانياس وقتها هن الاميز بدنيا وبالفعل بالمربع الاخير كان اذا ذاكر استاذ نعم, نعم. مربع بيلعبوا اربع فرق على الدوري وفي حبوط جاب لي حطين مركز اخير بالمربع الوحده ثلاث اندي جيش وحده مصفات مصفات بناس الذاكر وقت صحيح أهل مع مرش مالك صار في انطباق 100% للنتائج يعني عملين انت خط الوسط عندك ما نوجه جاهز بدنيا ما راح تحقق نتيجه هلا يعني هذا الموضوع تحديدا يعني المدربين ما عم يشتغلوا على فكره ممكن هل على لا. هذا الموضوع أنا خط الوسط يعني يوم اللي او الساعات اللي بتمتلك الخط الوسط في المنتخب انت بطل عالم يعني. تماما انا اساس بحثي انه المشكله تاعت البحث انه انا راح اروح اسال المدربين شو بتعرفوا عن انتقاء اللاعبين على اساس بتختاروا اللاعبين الوسط شو بتعطوهم؟ شو كان بدهم يعني؟ كله خطا فانا هي كانت رساله الماجستير عندي انه انا تسجيل كامل للمدربين بلا ذكر اسماء بس كلياتهم هلا بالدوري وعم بدربوا هلا حاليا نعم فالأجوبة كانت إنه من ضمن المشكلة إنه المدربين عم بجاوبونا هي الأجوبة اللي هي معنى علمية وبالتالي إحنا بحاجة لبحث أحد الأجوبة فيه. أعطيني أحد الأجوبة مثلاً أحد الأجوبة يعني أحد الأجوبة كانت على أساس إنه لاعب هيك بده أو هو نشأ على أساس إنه لاعب خط وسط فأنا تركته خط وسط إنها هي. لا يعني ما عم يصير توظيف حقيقي بالنسبة للمدربين لا هذا خط وسط فأنا بلعبه خط وسط هيك, هيك. بس الحالة كانت موجودة بالدوري أيام زمان يعني هلا مثلاً بيقولوا لك رامي لايقه كان هو مهاجم بفريق الشباب تشرين تم تغييره لمدافع تم تغييره لمدافع صحيح بس حالات نادره جدا حالات نادره هو لا تذكر هي احد أصح. الاجوبه استاذ يعني مثلا انا اشتهيت بيجيني جواب علمي انه عملت الاختبارات طلع عندي انه هو قادر عنده عنده قياسات انثروبومتري جسميه وراثيه عاليه قادر يستهلك اكسجين اكثر من غيره فانا بعتمد لي بمركز خط الوسط وبيشتغل على موضوع التسليم والتحرك من دون كره هيك كانت تكون الاجوبه بس طلع كلها انه شفته كويس لا بأس منيح حتى في خريج أحد مدرسة <applause> أحد أحد الأجوبة يعني غريبة جدا كانت رحت عند أحد المدربين مدرب الوسبي كان نعم قلت له بدي أعمل اختبارات على لاعبين خط الوسط فأنا بدي أعطيك أرقامه لحتى تعرف إن بالأرقام مين أسرع لاعب عندك لحتى تعرف توصفه جيدا داخل أرض الملعب جيد فكان الجواب أنه أنت بدك تعطيني مين أسرع لاعب عندي أنت قلت له لا بدي أعطيك أرقام أنا لا حتى فيني أعطيك أرقام باقي الأندية لتعرف تقارن اه انا انا ماني بحاجه عيطوا له اللاعب قال يا ابني تعال اركض ركض قال لي هذا اسرع لاعب عندنا والله جابه يعني <تصفيق> <تصفيق> يعني هو رفض العلم رفضا قاطعا يعني. لا هو برايي انه انا يعني عم تفصحن او عم علمه آه. عرفت كيف انه شو, شو يعني انت اكاديمي انا بعرف بحدد بلا بلا ارقام بلا شيء في الحياه ولو انه هو بجوز يعني هذا اللاعب أس... الزلفي اسرع منه بجوز وال... هو, هو بجوز يكون اسرع بالفريق بس انا هسه بدي اعطيك رقم تماما لتعرف تقارنه بمقاييس عالميه تشتغل عليه لهذا اللاعب على الاقل او تعرف توصفه صح وحتى عم بعطيك ارقام زملائه بالدوري من غير عندي لتعرف شو مستواه بالدوري ما بدك طيب هلا اذا افترضنا بالمناسبه بس هذا المدرب اخذ دوري اخذ دوري اخذ دوري يا سيدي معناتها طلع اسرع لاعب <applause> 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 مو بهالسنين بسنين جاي مع مع هل... اندي غلي هلا هو قولا واحدا معناتها كل الانديه الباقيه او اللاعبين الباقيين كانوا ابطا من <applause> اللاعب السريع اللي عنده هلا هو حسب نظره <مم> حسب رايه يعني انه هذا الاسرع عنده ف بس بالارقام لا ما طلع هو الاسرع ما هو اسرع ما اسرع طيب هلا اذا جينا, جينا آه إجا غفار وراح على نادي تشرين نحن بدنا نحكي على نادي تشرين ما راح نحكي على, على شو اسمه شو المطلوب من غفار يقدم للمدرب وشو هي الامكانيات يعني موجود الامكانيات موجود يعني بدك يعني مثلا مكلف كثير مثلا انا تناقشت مع كثير مدربين نحن <applause> كاكاديميين مرفوضين مرفوضين غير مرحب فينا غير مرحب انه من مبدا انه كل مدرب هو الادرى بفريقه طيب هو يعني عمل احترافي بالاساس يعني وين؟ ما واصل الثقافه ما يعني هلا انا لما بقعد بتناقش مع مدربين ومن المدربين منتخبات بقول لنا انه انتم لازم تعرفوا تفاصيل ومعلومات عن جسم اللاعب غير النظر بيكون الرد انه ما في داعي انا خلص بشوفه تعرق حمر بعرف انه تعب هلا كيف بدنا نوصل لموضوع الشرائح يعني انه كان نحط شريحه <applause> بايد اللاعب او هيك شيء هي قطعه او قطعه في مثل صدريه ما بعرف اذا شفتها بال بعد بال... بال... لا من لا, هاي لا كاني شفتها على ايضا انه في شريحه هيك بنحط بجسم ال اي شريحه صغيره بتنحط بقطعه بتنوصل بالظهر بيركض اللاعب في منه مباشر انت هو عم يركض تماما بناء على النبض م. اي مسار اعظمي وكيف استشفى كله بين عندنا مخططات يعني بتعرف وضعه البدني بتعرف اذا هذا اللاعب قادر يكفي معك المباراه ولا لا فبتوجه المدرب بدله هذا خالص مش بجوز تعرض لاصابه هلا اذا بيستمر طبعا بناء على دراسات سابقه يعني انا من موسم الاعداد العام معي معلومات عن هذا اللاعب بعرف نبضه الطبيعي كيف بيكون بعرف كيف بوصل لمرحله الارهاق بعرف كيف كل شيء عندي اياه تماما يعني غير انه طبعا اشياء اخرى بتتعلق بالمساحات اللي عم بيغطيها وين عم يتمركز كيف عم بيغلط حتى تكتيكيا داخل ارض الملعب ببين عندي انا فانا باخذ هذه المعطيات بحللها علميا وقدم المدرب سواء مباشر داخل ارض الملعب يعني فينا فورا نحكي او آه بنهايه المباراه مشان يصير في تلافي للاخطاء او تصحيح بقدم له يعني. هلا على مستوى لاعبين يعني بيقولوا بالدوري السوري انه كان تشرين من افضل اللاعبين الموجودين في في الدوري يعني آه لو كانت هالامكانيات موجوده والعلم كان موجود بتوقع كان حصل على بطوله بسهوله يعني. اختلف كليا كان, كليا يعني كليا كان الوضع اختلف كمان بس بدي انوه لفكره انه هي ما مكلفه استاذ مثل ما فكر العالم انت مش شرط تجيب هي بتبسلك مباشر، فيك تجيب اللي بتحطها بظهر اللاعب بتشيل بعدين الشريحة بتوصلها بالكمبيوتر بتعطيك معطياته خلال المباراة بتقارن بمعطياته خلال التدريب وعلى هذا الأساس بتعدل برنامجك التدريبي. تقريباً فيك تغطي فريق كامل بحوالي ثلاثة ثلاثة ونص مليون سوري. <applause> أنا برأيي هذا رقم عادي جداً. يعني طبعاً عادي جداً يعني. يعني فالشيء الغريب حتى بتتناقش مع حتى مع إداريين. بتجي بتحكيهم بيقولوا لك طيب شوي شو شو بتعملوا وشو كذا وكمان ليش لحتى ادفع 3 مليون اخي وبوفرها بوفرها بشتري فيها بدفع فيها راتب كم لاعب ايه بيقول لك طبعا انت بدل ما تدفع فيها راتب كم لاعب لا خليك مع لاعب واحد بس واهتم فيه بدنيا وتعرف وين مشاكله وطوره بتستفاد منه اكثر من كل من هالثلاث لاعبين بس ما في أه انت بدنا نوصل للمرحله والله حاليا صعب صراحه انا عم حاول كثير هلا مع اداره نادي تشرين الحاليه كثير عم حاول بالفكره يعني عندهم اولويات اخرى بس بتمنى في يكون في يصير في استجابه يعني لازم يكون في مال كثير استثمارات يعني بتبقى هذه المسائل هي معنيه بالفعل موضوع الاقتصادي هلا انا مشان ما ضل عم بحكي فقط عندي كان اجازه طويله بسوريا حاليا فعملت مشروع سميته بروجكت اكس وتقدم على طاوله اداره نادي تشرين كرؤوس اقلام فقط مبدئيا واخذت موافقه عليه مبدئيا لن اسافر لحتى اقدم لهم ملف كامل اجتماعي اقتصادي يتعلق بسياسة النادي وأكاديمية النادي كامل متكامل لهذا اللي عليه يكون عملته بقدم لهم اياه طوعيا وهن عليهم تطبيق يا بيقتنعوا وبيطبقوا وبينقلوا النادي لمرحله ثانيه يعني الخطط ليش, ليش فيني بيطبقوا؟ قابل تطبيق انا ما, ما راح احكي ابدا طالما الارض ما لهم يعني الارض نادي شيرين ولا ارض نادي حطين ما لهم الاراضي هو صحيح بالفعل انديه الساحل تحديدا بالنسبه للاتحاد الرياضي العام هي ليست انديه إني <متحدث> يعني حاليا نادي تشرين بالنسبه للاتحاد الرياضي العام ما نادي هو عباره عن قطعه ارض مستاجر لهم اياها لهالجماعه من الاوقاف وقايل يلا صيروا مم. نادي هيك بالنسبه طبعا, طبعا. يعني اذا بنقارن بحلب بانديه حلب بانديه الشام يعني بجوز ما بتعرف انت استاذ نادي الحريه عند نادي حمص ايضا نادي الحريه نادي الحريه حتى اغنى الانديه السوريه صحيح عندن اراضي وعندن نادي الكرامي كمان هلا اذا رجع استعاد ارض الوعر كمان صار نادي غني جدا نادي الوحده عنده استثمارات 300 و400 مليون نادي الاتحاد نفس الشيء فقط انديه الساحه التي تعيش تحت رحمه المستثمر ولكن يعني عم نشتغل على هذا الموضوع في وعود ينحل ان شاء الله مم. يعني من ضمن المشروع انا داير بالي على وعود من من مين مثلا من مين من, من رئيس, رئيس اللي هو جماعه تماما نا. في وعود انه هاي الارض طيب هالوعود صار 20 سنه يا رجل هالمرة سنة هالمرة رح ناخذها بالفعل هلا هو يعني. بجوز يعني بالتنسيق مع وزارة الأوقاف هلا بجوز اللي هو موافق جمعة يعني الله يعطيه العافية بجوز عم يشتغل على هذا الموضوع سنوات بس يا أخي بدي نحل بطريقة أخرى يعني لازم ينحل بس إمتى ما حدا بيعرف المشكلة المشكلة مو بس مشكلتنا يعني مع الاتحاد العام ولا مع وزارة الأوقاف المشكلة من اللي عم يستثمروا حاليا ملف استثمارات بنادي تشرين فضيحة كبيرة <applause> يعني المبلغ كثير ضئيل عم يستاجره السيد اللي تبع يع... مدينه الملاهي مدينه الملاهي ملاعب تدريبيه لا تدر اي ليره سورية على نادي تشرين هل... العقد الموقع هبه يعني وهبه كمان يعني هبه يعني عزيز. مدينه العاب يا جماعه بنادي تشرين مليون و الف بالسنه، مليون و الف حق سندويش فقط لا غير، يعني لازم مدينه الالعاب لحالها تقوم بنادي تشرين سيكون لدينا معركة حقيقية السنة الجاية لحتى نخرج صاحب المستثمر طيب مين سبب هذا الموضوع يعني الإدارات السابقة؟ إدارات سابقة إدارات سابقة يعني إذا نحن رجعنا نفس المشكلة نحن معنا إدارات تمام معنا كوادر إدارية لحتى تقوم بالشيء المطلوب هون المشكلة كبيرة تمام نحن معنا إدارات ولكن سنعمل على تلافي أخطاء هذه الإدارة طيب إذا بدي أجي كرويا على بالدوري السوري لكرة القدم غفار يعني هجمة كبيرة على يعني اتحاد كرة القدم في سوريا سواء على صعيد المنتخب أو على الأندية برايك يعني معقول كل الحق على اتحاد الكره مثلا هلا الشارع هلا في اخطاء في اخطاء طبعا فيه هلا نحن شارعنا الرياضي بشكل عام امتداد كمان للعمل الاداري ولثقافه اللا احتراف كمان ما عنده هي الثقافه العاليه جدا وهذا شيء طبيعي برايي يعني بالاخير آه نقلنا آه هذا الشعب من حاله لحاله من قمه الاحباط لقمه الفرح فوصل لمرحله معينه ما بقى بيتنازل عنها يعني بده يطالب بده مبدا الحب مبدا السعاده اللي منحنا هذا المنتخب نحن ما فينا نلوم هذا الشعب ولكن يعني إدارة عنا الرياضي نرجع على نفس الفكرة في هو كتير كبير بينا وبين هذا الشعب وهو بينه وبين كرة القدم بشكل عام وبينه وبين المدربين وبينه وبين اللاعبين يعني كله يعني مسافات بعيدة كتير لا بطريقة تعامله مع لاعبي المنتخب صح نعم. لا بطريقة تعامله مع الشارع الرياضي صح لا بطريقة تعامله مع المدربين والفرص اللي عم تنعطى اللي عن مبدأ السنة طب أنا هلا عينت الكابتن فجر إبراهيم اللي بوجه تحية كبيرة بعطيه سنه يلا اشتغل على اساس هي السنه حتى, بعدين حتى السنه حتى ما ما بتعطي شيء يعني السنه ما بتعطي شيء يعني حتى, حتى لو نادي ممكن ها يعني صعب كثير تمرق بس من مرقه بس منتخب 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 يعني آه توقفات دولية نعرف محدوده شو بده ياخذ هالمدرب فرصه لحتى يتعرف على كل لاعبين منتخب سوريا بسنه ويفوت لك بتصفيات ولازم يقدم نتائج و الى اخره يعني ما عندنا يعني, منتخب. يعني اكبر دليل على ذلك المنتخب القطري اللي عم يلعب بكوبا امريكا واللي لعب بكوبا امريكا وقدم مستوى رائع يعني من 2006 يعني اللاعبين والمدرب مع بعض خريجين يعني. خريجين اكاديميه سبانيا طلع يعني. معه ولما صار فشل المنتخب الاول استلم هو المنتخب الاول خسر معنا 3-1 ويستمر 3-1 خسر معنا يعني نفس المنتخب خسر معنا 3-1 لو بسوريا لو بسوريا الله فورا عم تخسر قدام منتخب اقل منك تصنيف على اساس يعني خلص شيلوه فورا ما فما عندنا هي ثقافه الاستمراريه يعني مع العلم انه المدربين عندنا كمان عم عن بيخطوا يعني مم. يعني نحن عندنا اخطاء فنيه داخل ارض الملعب وكمان المدربين والشارع الرياضي في ازمه ثقه كثير كبيره بيناتهم. كمان هي الشغله بتلعب سلبي. يعني من كل النواحي كيف ما في مشاكل مع الاسف. طيب هلا اسال غفار يعني شو اللي صار بعد تصفيات كاس العالم؟ عندك المنتخب السوري وصل نجومين عالمية على كل صحف الاوروبا وصحف امريكا والصحف الاسيويه انه المنتخب السوري بتصفيات كاس العالم قدم مباريات من من احلى المباريات، شو اللي صار هالهبوط المفاجئ؟ بعد يعني دخولنا بكاس اسيا والخسارات اللي خسرنا بكاس اسيا شو اللي صار هلا اذا بدنا نحكي فنيا منتخبنا حقق هذا الانجاز بقياده الكابتن ايمن حكيم لانه عرف دافع فقط يعني هو عرف اغلق منطقه الدفاعيه مع تالق غير عادي لإبراهيم عالمه واستغل حجمات مرتده اغلب المباراه ما سجلنا يعني حتى نعم فهيك بهي الطريقه بهذا السيستم نحن قدرنا نفاجئ كان في عنصر المفاجاه كثير فعال باقي المنتخبات ونحقق هذا الانجاز وكنا قاب قوسين او ادنى من طيب ما هو تقريبا نفسها. نفس اسلوب فجر ابراهيم يعني مع المدرب طيب. الاجنبي اختلف شوي، صار في عندنا نعتمد على الاستحواذ، نحن حتى بلعبنا باسيا كلياتنا نحن الاستحواذ كان معنا. هون كان في خطا من المدرب الالماني انه هو اعتبر انه هدول اللاعبين قادرين يطبقوا فكر استحواذ وبناء صحيح وإلى اخره، نرجع بتطبيق يعني نص فكره والنص الاهم اللي هو انهاء الهجوم وتشكيل الخطوره ما توفق فيه فنحن <applause> كالعاده انه إحنا ما عندنا خطه مستقبليه اقلنا هذا المدرب ما جددنا له بعثناه على البيت وجبنا مدرب محلي بفكر ثاني مختلف كليا طيب برايك انت كباحث واكاديمي وعم تحضر لدكتوراه يعني المدرب الالماني بيرنشتين يعني انه قدم كره جيده وفكر جيد ولا هو هو إيه؟ ولا ما طابق مع الكره السوريه عمليا لم يكن مدرب فقط يعني الزلمه بن حل كان المشاكل صار كان حل المشاكل اتصلنا معه وحكينا معه وسالناه ليش هيك صار؟ شو صار؟ احكي لنا يعني الحكي اللي حكى لنا اياه غريب عجيب يعني. وين مع اتصلتوا معه بالمانيا؟ بالمانيا انا وصديقي نعم. بوجه تحيتين تحيتي كبير ليس بيرقدار ف يعني تفاجؤ كامل بالكلام اللي حكاه يعني ابسط شيء مثلا قبل المباراه الاولى الافتتاحيه كانوا اللاعبين عنده بالغرفه مع المنتخب الفلسطيني آه. عم يطالبوا ببطاقات لاهاليهم لانه اتحاد كره القدم عندنا ما نعطيهم بطاقاتهم، بطاقات دعوه للحضور. فالمدرب قال لهم ركزوا باللعبه فاعتذروا منه انه لا اهاليهم بدهم يحضروا اللعبه فطلعوا خارج المعسكر، اشتروا بطاقات بالسوق السوداء واعطوهم لاهاليهم ورجعوا على المعسكر، هي قبل اقل من 24 ساعه من المباراه اقل من 24 ساعه، اتحاد الكره شو كان ما خارج التغطيه هل هي شغلته ولا اتحاد الكره؟ شغلة اداري بحته شو دخل المدرب المدرب ما مدارب علاقه فيه تماما انت يعني انت لاعبينك معك موزع لهم حقوقه بتحس انه كان مظلوم انظلم المدرب مية 100% 100% اول شيء ظلموا اللعيبه يعني لما وصل شاف فراس الخطيب عم يتركه ويروح على ار شاف مشاكل على اشاره الكابتن احمد الصالح ما كان ملتزم بمعسكر النمسا وعمل مشاكل وفراس ضغط لحتى يرجع والعالمي بده الكابتن والسوما بده الكابتن وعلقه الدنيا كلها ببعضها وهو هدفه كان يوصل فكره وينقل المنتخب سوري نقل نوعيه ويصير منتخب يستحوذ ويبني صح يعني خلل خلل كثير يعني منتخب. على كل اللي دارسين هذا العلم يعني انه بيحكوا انه انظلم المدرب الالماني في مع المنتخب السوري نحن يكفي نشوف نتائج الكابتن طارق جبان حاليا لحتى نعرف قديش استفاد الكابتن طارق من جدا كابيرنشتن. صحيح انا رح ان شاء الله هو حكى يعني حتى الموضوع الكابتن طارق انه حكى انه المدرب الالماني انظلم تماما تمام هو ادرى يعني هو ادرى ادرى شخص فينا كان اقرب شخص عليه وكان كان مساعد مدرب يعني فنحن بنلقي نظره مدرب سوري كيف انتقل نقله نوعيه بعد مرحله شتانجي وبنعرف على هذا الاساس شو استفاد وبنعرف شو امكانات هذا وعلى كل حال حتى المدرب الالماني انا اجتمعت فيه لمده شيء ثلاث ساعات يعني تقريبا يعني حكى الزلمه انه انا اجيت جاي على سوريا وتعرف اول شيء على البيئه السوريه تحديدا لحتى اعرف كيف اتعامل مع اللاعب المنتخب الوطني بس اعتقد انه راح يكون في صعوبات بالحقيقه يعني ما كان صار له هو كان مثل ما حكيت شهرين تقريبا مدير اكثر مما كان مدرب لانه يعني هو حل المشاكل يعني حل المشاكل ومدير اكثر ما انه كان مدرب ما برايي ما ما قدر يوصل افكاره بطريقه صحيحه طبعا هو يتحمل المسؤوليه هلا برايك يعني جلوس رئيس نادي الاتحاد او رئيس اتحاد كره القدم في سوريا فادي دباس على مقاعد احتياط أول مرة بشوفها أنت للشغلة مثل نرجع نفس الفكرة <applause> أول مرة امتداد ثقافة النادي، عندنا الأندية نفس الشيء يعني هو يأثر أيضاً على عمل المدرب الألماني أكيد طبعاً هلا هو كمان حكى لنا أنه اصطدم معه مباشرة كان... اصطدم معه اصطدم معه مباشرة أه بكون بالتمرين عم يحكي بيدخل بي... بي... بي السيد فادي دباس وبيحاضر باللعيبة هذا الشيء ما بيناسب المدرب كمان تدخل فيه موضوع استدعاءات ضغط عليه م. من قبل رئيس الاتحاد أنه بده يتدخل فيه وحتى يعني خبرنا أنه على ما أذكر آخر اللعبة كانت مع الكويت كانت أه لا مع استراليا هي كانت لا قبل كأساس اه الوديات هي كانت مع الكويت نعم. حكيوا انه لو لو خسر اللعبه كان اقيل جاب رئيس الاتحاد هي التشكيله عاد لمظابطه مرضي هو ما مرض اي حدا يتدخل بعمله فخبروا انت بتخسر اللعبه على, على المانيا يعني رئيس اتحاد كره القدم كان جايب له تشكيله جاهزه يعني حاول يتدخل بعمله وهو رفض ورفض و... وانتصر بالمباراه وكان بالنسبه له هو يعني ين... مو بس انتصار بالمباراه صحيح. انتصار على صار على المبدا باساسا يعني فيعني هي اليه العمل الغلط ما راح غير الغلط اكيد وهلا حاليا عم نستمر فيها بصراحه. هو على كل حال باقي معنا شيء خمس دقائق او سبع دقائق تقريبا يعني انا بدي احكي ايضا بكوبا امريكا حتى مشاركه المنتخب القطري اللي كنا عم نحكي عن منتخبنا الوطني المنتخب القطري أدى مباريات كبيرة مع المنتخبات اللاتينية، خاصة مع المنتخب يعني الأرجنتيني أو حتى مع المنتخب البراغواي، يعني كان منتخب 2-0 ورجع مزفر. يعني كيف بتشوف يعني مشاركة المنتخب القطري مع المنتخب طريق. القطري عندهم هي الشيء المفقود عندنا اللي هي السياسة البناء المستقبلي هني عندهم خطة 2022 كاس عالم نحن بدنا نفوت مو ضيوف مو بس نستضيف العالم و... ونكون ضيف فني يعني بس نخرج من الدور ولا نحن لازم نتأهل على الدور الثاني مبدئيا وربما أكثر فعملوا م. دراسة كاملة بنوا جيل كامل طلعوا مع هذا الجيل أخذوا كاس آسيا إذا آسيويا الأمور كتير جيدة هلا بدهم يدوروا على القارات الأخرى اللي ممكن تحتك معهم بكاس العالم <applause> افريقيا سهل انك تعمل مع وديات، سهل انك تعمل مع بطولات مصغره مثلا خاصة انه مع المصاري يعني تمام في بيجيبوا لأي منتخب يعني اوروبا شوي صعب وامريكا اللاتينية هي اساسا انه بالمجموعة مين رح يجي معه. يعني يا <applause> من اوروبا يا من امريكا اللاتينية يا من افريقيا شيء <applause> طبيعي فهلا عم بيغطوا امريكا اللاتينية يطلعوا شاركوا ورح يشاركوا بالنسخة البعض اللي تقام السنة القادمة <applause> اداء ملفت، استفادة عالية جدا، ظهرت اخطاء تكتيكية بالنسبة لي خاصة بدنية اذا منتبه بالاشواط الثانيه شو كان بيخسروا بدقيقه 85 امام الارجنتين هيار كامل بالشوط الثاني كان عندهم وخاصه بالدقائق الاخيره بالفعل تمام هذا نتاج المباراه الاولى اللي تعبوا فيها اللي تعادلوا اثنينات معها فاذا عندهم مشاكل بدنيه عندهم مشاكل فنيه ايضا هلا وقفوا عليها عرفوا هذا الاحتكاك مع الامريكا اللاتينيه المفيد جدا عرفوا كيف يستفادوا منه بطريقه صحيحه يعرفوا كيف يتعاملوا مع المنتخبات امريكا اللاتينيه هذا شيء بيعطيهم خبره كثير كبيره لكاس العالم القادم ونحن ما بننسى هذا الاحتكاك لا يمكن يتحقق معك الا بكاس العالم او بهالطريقه جيد يعني حتى اذا بدي اعرج على موضوع كوبا امريكا يعني يوم امس كانت مباراه القمه بين تشيلي والارجواي وفاز الارجواي بهدف مقابل لا على تشيلي طبعا صراع الجبابرة بالنسبة لتشيلي والأرقوي أيضا هي متصدرة بالبطولات 15 بطولة حتى الآن بكوبا أمريكا يليها الأرجنتين ب14 طبعا بطولة وأيضا البرازيل من بطولات يمكن ممكن تنضيف البرازيل بطولة جديدة اليوم هذا تقال في ظل المستوى اللي عم يقدموه هذا تقال أنه غياب نيمار يصير مؤثر أكثر من هيك بس سنتجنا أنه هالمنتخب لا عم يطلع خط تصاعدي الخماسيه الاخيره مع أدارة جدا بصراحه بتبشر فعمليا على الورق ابرز مرشح ابرز مرشحين ابرز مرشحين هلا انت حكيت كلمه يعني شغله نيمار يعني انا بتوقع لو كان نيمار موجود كان هالمستوى ولا بجوز كان اقل؟ انا برايي كان افضل اكيد لانه اغلب المنتخبات عم تلعب ضد البرازيل عم تلعب عم تلعب بتكتل وعمق دفاعي نحن بالتدريب كيف بنكسر العمق الدفاعي اما بالتحرك من دون كورستري او المهاره الفرديه فاذا نحن عندنا حل لكسر العمق نعمل زيادة عددية عن طريق المهارة الفردية فخسارة نيمار وخسارة خسارة حل بالنهاية طيب المنتخب الأرجنتيني اللي عم نشوفه عم يعني يعاني من سنوات طويلة برأيك يعني استراتيجية العمل في أوروبا هي تفريغ المنتخبات اللاتينية للسيطرة على بطولات العالمية كانت استراتيجيه بالنسبه لاوروبا؟ هلا كانت استراتيجيه وكانت الشيء اللي خدمهم انه الاتحاد الارجنتيني شبيه جدا باتحادنا بصراحه. مهم. كمان مع تقريبا كل <applause> دول الامريكا اللاتينيه يعني <تصفيق> <تصفيق> كمان عنده خطط مستقبليه وكمان عشوائيه لك حتى المدرب عندهم بالبطوله عم عن بيجرب ثلاث لعبة ثلاث تشكيلات مختلفة صحيح يعني صحيح بتحس بتحس منتخب سوريا يعني انه يعني مدرب يعني على اساس انه سالوني قبل تماما يعني <applause> فالامور تعبانة بالارجنتين بصراحة ولكن هلا انا بصراحة داعم المنتخب الارجنتيني بتمنى الشعب شعب يستحق بالفعل فرحة هلا حاليا التشكيلة الاخيرة كانت جيدة اتصور انه راح في تحسن ان شاء الله بتوقع ان الحالة الاقتصادية اذا اثرت على موضوع المنتخبات اللاتينية اكيد طبعا بالنهاية كرة قدم هي بزنس كرة قدم هي مال إذا فقد المال صعب جدا تعمل إنجاز هلأ أكبر دليل على ذلك 2010 كأس العالم لإسبانيا 2014 كانت لألمانيا و2018 لفرنسا، دليل واضح يعني تماما بالنهاية انتصار مدارس كروية يعني إذا انتبهنا ألمانيا مدرسة الالتزام انضباط تكتيكي إسبانيا مدرسة الاستحواذ فرنسا مدرسة اللعب المباشر هلأ حاليا أنا برأيي كوني أنا مشجع لهوندا لو طلعنا برا الكورة هلأ دور مدرسة الكرة الشاملة يعني. صحيح لازم لازم المنتخب الهولندي يعمل شيء ان شاء الله بطلع. على كل حال بالخبر الاخير يعني بكاس امم افريقيا ايضا تونس يعني فازت يوم طبعا المنتخبات العربيه اللي مشاركه بكاس امم افريقيا عم تقدم شيء كويس يعني المغرب على نبيبي 1-0 اكيد طبعا الجزائر على كينيا 2-0 ايضا مصر على زيمبابوي 1-0 ايضا بستطلع. كان هناك التعادل اليوم امس بين تونس وانغولا بهدف لهدف اكيد المنتخب التونسي ما ادى الاداء المنتظر منه بصراحه مم. حتى وحتى المنتخبات العربيه صحيح عم تنتصر بس فنيا لم تقنع بعد يعني افضل شيء صار حاليا التنظيم الرائع م -م. لمصر حفل افتتاح المبهر فنيا ننتظر الكثير حتى الموريتاني امبارح خسر أربعة خسر واحد امام مالي يعني بصراحه هلا ممكن المنتخبات العربي واحد ياخذ بطوله كاس هلا و... المغرب ومغرفية. كاسماء كاسماء يعني مرشح مرشح فوق العاده حتى م -م. ولكن وعندهم استقرار فني المدرب اللي لهم استمر مستمر من سنوات عديده وما زال على راس عمله اول مباراه بيجوز في لها حساسيتها بيجوز في لها يعني وضعها الخاص خرجوا منها بانتصار بتوقع يمشوا و... على كل حال الكلام في الرياضه وخاصه بموضوع البحث العلمي يجب ان نستفيد منه جميعا، انا بشكل شخصي احب العمل العلمي والاكاديمي في اي مجال، فما بالك في الرياضه هي واجهه الشعوب بدي تشكرك جزيل الشكر غفار الخطيب الباحث والاكاديمي بكرة القدم اهلا وسهلا فيك يا غفار شكرا شكرا كثير استاذ بتمنى لك عودي ميموني الى المانيا والى سوريا خلي شكرا كثير اهلا وسهلا فيك طبعا كلام في الرياضه لا ينتهي وخاصه مع العلم والبحث العلمي كلام في الرياضه لا ينتهي الى اللقاء